السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث. وجه محافظ المهرة راجح باكريت بتعليق الدوام الرسمي في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية بسبب تداعيات العاصفة لبان التي ضربت مناطق المحافظة. في غضون ذلك أطلق مواطنون في المهرة نداء استغاثة لإنقاذهم جراء الإعصار. وقال مواطنون إن عشرات المنازل تهدمت فوق ساكنيها بسبب استمرار هطول الأمطار والرياح الشديدة. وأضافوا أن عشرات الأسر لا تزال محاصرة جراء تدفق السيول، ما تسبب بعدم إيصال المساعدات لهم أو إجلائهم إلى مناطق آمنة. وبحسب السكان فإن الكهرباء والطرقات والاتصالات منقطعة على كثير من المناطق في المحافظة. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: أين دور الحكومة اليمنية والتحالف في المهرة؟ وكيف يمكن مواجهة هذه التداعيات في ظل تقاعس كل الجهات والمنظمات في القيام بالواجب الإنساني؟ أعلنت السلطة المحلية في المهرة محافظة منكوبة جراء تعرضها للحالة المدارية لبان المصحوبة بأمطار غزيرة وسيول جارفة تهدمت على إثرها منازل ونزحت أسر إلى المدارس. وناشد محافظ المهرة راجح باكريت الحكومة والتحالف والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل لإغاثة المواطنين. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. إعصار لبان المداري يغادر محافظة المهرة صوب حضرموت ليتحول إلى عاصفة استوائية، وذلك بعد يومين من أسوأ ظاهرة جوية تضرب المحافظة منذ 5 أشهر. ضرب الإعصار سواحل المهرة بسرعة 65 كيلومترا في الساعة، مسببا أمطارا غزيرة وفيضانات ضربت معظم أنحاء المحافظة. وكانت مدينة الغيض العاصمة أكثر التجمعات السكانية تضررا بهذا الإعصار. الأنباء الواردة من المهرة تؤكد وفاة مواطن على الأقل حتى الآن، وإصابة العشرات جراء الإعصار الذي تسبب أيضا في حصار الآلاف في منازلهم في حي عبري على وجه الخصوص، بالإضافة إلى أن المئات ممن تم إجلاؤهم إلى مدارس في المدينة يواجهون ظروفا صعبة للغاية. وحتى مساء الأحد كانت السلطات المحلية تواجه صعوبة في إجلاء المواطنين عبر فتح مسارات آمنة بسبب استمرار تدفق السيول الجارفة واستمرار هطول الأمطار كذلك، في وقت أعلن فيه محافظ المحافظة راجح باكريت تعطيل العمل في الدوائر الرسمية الاثنين بسبب استمرار الأمطار الغزيرة وخطر تدفق السيول. الإحصائيات الأولية للأضرار المادية تشير إلى تهدم كلي وجزئي لعشرات المنازل، فيما لحقت الأضرار بالطرقات وشبكات الاتصالات، وتسببت الرياح الشديدة في سقوط أعمدة الكهرباء وخروج 90% من منظومة الكهرباء عن الخدمة في مدينة الغيضة. الحكومة وعبر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح وجهت نداء إغاثة إلى المنظمات الإغاثية الدولية إلى سرعة إرسال فرق إلى محافظة المهرة وإغاثة المتضررين والتنسيق مع السلطة المحلية لتوزيع المواد الإغاثية ومخيمات الإيواء، فيما أطلق مسؤولون محليون نداء مشابها لسلطنة عمان لإغاثة أبناء المحافظة. وفيما يصفه المراقبون صمتا لافتا لم يسجل حتى الآن أي تدخل إغاثي من جانب السلطات السعودية التي ينتشر المئات من جنودها وآلياتها العسكرية في أنحاء محافظة المهرة بذريعة مكافحة التهريب. قدر الجغرافيا يضع محافظتي المهرة وسقطرة مجددا على مهب العواصف المدارية متفاوتة القوة والتأثير والتي ضربت المحافظتين خلال السنوات الست الماضية، في وقت لا تزال المحافظتان تتعرضان لإعصار من التهديدات الجيوسياسية التي يواجهها أبناء المحافظتين بشجاعة نادرة. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع وكيل المحافظة للشؤون الفنية سالم العبودي. مساء الخير أستاذ سالم. مساء النور. بداية أستاذ سالم، كيف هو الوضع الآن في المهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة بلقيس لتسليط الضوء على ما تعرضت له محافظة المهرة من العاصفة الاستوائية لبان. تعرضت محافظة المهرة من مساء يوم السبت إلى أمطار غزيرة ورياح شديدة أدت إلى تدمير كثير من البنية التحتية في الطرقات والكهرباء وكذلك شبكة المياه، كذلك أدت إلى عزل عاصمة المحافظة عن مناطقها المجاورة في العبري ومونق باتجاه ضبوط ونشطور وكذلك بالمديريات الساحلية.
هذا الشيء أدى إلى صعوبة قيام السلطة المحلية بإجلاء المتضررين الذي تضرروا بسبب هذه العاصفة التي دمرت منازلهم حسب التقرير التي ذكرتوها. صعوبة الوصول إليهم، تلاحظ أنها العاصمة الغيظة من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشرقية يحيطها مجاري السيول، ونتيجة لوجود هذه السيول أدت إلى عزل المركز المحافظة عن المناطق اللي حواليه، وهذا سبب لنا مشكلة في القيام بإجلاء المواطنين المتضررين، خصوصا أن هذه المناطق هي مناطق منخفضة، ونتيجة للسيول التي أصابت المحافظة اليوم كمية السيول كانت بشكل غير متوقع، يعني السيول كانت كبيرة جدا، يعني يمكن خلال 50 سنة هذه لم تعهد محافظة مثل هذه السيول، وهذا الشيء كان فوق مستوى إمكانيات السلطة المحلية. وقد ناشد الأخ الشيخ محافظة المهرة الأخوة في التحالف بتقديم لنا الدعم من خلال توفير الطيران، لأن عملية الوصول إلى هذه المناطق يتطلب طيران، إلا أن هناك أسباب يقولوا أنها أسباب فنية تتعلق بالأجواء، وأن عملية الطيران في هذه الأجواء يكون هناك صعوبة. هذا الشيء أدى إلى القيام اللجان الأهلية أو المجتمعية في هذه المناطق القيام بدورها. حقيقة نشكرهم، شكلوا صورة جميلة جدا وملحمة في عملية إجلاء المواطنين المتضررين إلى مراكز الإيواء في مناطق آمنة. نعم. لأن هذه المناطق باستمرار تدفق مثل هذه السيول تعتبر غير آمنة مستقبلا لو استمرت. طيب قد الكثير يتساءل أستاذ سالم. نعم أستاذ سالم، الكثير يتساءل، يعني المعلومات كانت لديكم أن هناك إعصار سيكون بدرجة كبيرة جدا وستتضرر منه العديد خاصة المناطق المنخفضة، لماذا لم يتم إجلاء هؤلاء الناس من هذه المناطق الخطيرة إلى أماكن آمنة قبل وصول الحدث؟ أخي نحن تعرضنا لإعصار مكان وإعصار شابلة، كانت الأضرار نقدر نوصل للمناطق. أقول لك أن الشيء هذا الذي حصل كان فوق توقعاتنا، يعني ما في توقعات التي نتوقع أن نوصل إلى هذه الدرجة. التركيز كان أنها حسب الاستنطاقات أن الإعصار سوف يكون باتجاه المناطق الغربية باتجاه سيحوت، فكان الاهتمام بهذه المناطق أكثر، إلا أن رغم صحة الإمكانيات أيضا هذه المناطق الآن تعاني ان عدم قيام الجهات الحكوميه بانقاذها. في العيس عندي استغاثه الى غرفه العمليات بحدود 50 اسره عالقه فوق السطوح تطالب من السلطات اجلاهم الى مراكز امنه. السيول التي اصابت والفيضانات التي اصابت المحافظه كانت فوق الخيال، يعني لم نتوقع وصولها الى هذه الدرجه، وهذا سبب لنا ارباك. والامكانيات تعرف وامكانيات السلطات المحليه اساسا محدوده، اضافه الى الامكانيات التي تملكها المكاتب الخدميه في اطار المحافظه ايضا محدوده، وكان الهدف الاساسي هو الاعتماد على الحكومه المركزيه والاعتماد على الاخوه في التحالف. هناك تصريح نشاهده اليوم الاخ السفير السعودي بانه سوف يقومون بالمساعده للمحافظة، نتمنى أن يعجلوا في مثل هذا الشيء. الأخوة في سلطنة عمان كنا متواصلين مع الأخوة في الهيئة العمانية للمشاريع الخيرية، وأبدوا استعدادهم لتوفير تقريبا 6 إلى 7 شاحنات محملة بالمواد الإيوائية والإغاثية، إلا أن الطريق بين المديريات الطريق مقطوع، حتى يتطلب هذا لابد من نقل الإيواء مواد الإغاثة والإيواء عبر جسر جوي، لأنها العاصمة مقطوعة عن بقية المديريات. نعم. نتمنى أن تلاقي استغاثتنا هذه أذن ساغية لدى الحكومة المركزية وإلى الأخوة في التحالف أن يقومون بدورهم الإنساني تجاه محافظة المهرة. طيب أستاذ سالم ابقى معي ونشرك معنا في الحديث أيضا الصحفي محمد كليشات من المهرة. مساء الخير أستاذ محمد. حياك الله.
مرحبا بك أستاذ محمد، كيف تقيم الوضع؟ كيف هو حال الناس مع إعصار لبان؟ وشاهدنا الصور التي ربما غمرت كل المنازل والبيوت في محافظة المهرة. طبعا حقيقة الإعصار والسيولة التي صاحبت الإعصار مثل ما ذكر المهندس سالم العبودي فاقت كل التوقعات وكبيرة لم تشهدها محافظة المهرة من سالم، وما شاهدتموه من اغمار لبعض البيوت بالسيول. هذه البيوت للعلم انها تقع في وسط مدينه الغلبه، يعني عمليه الاجلاء ربما تكون في الاماكن اللي ممكن يقال انها على راس يعني على مدى السيول تماما، يعني لكن في بعض المناطق لم يتوقع ان يصل من السيول الى السيول لم تصل الى تلك المناطق، ووصلت السيول الى تلك المناطق وحاصرت بعض اصحاب المنازل والكثير من الناس، فقدوا ممتلكاتهم، فقدوا مواشيهم. ولكن الحمد لله رغم هذا، رغم كبر هذه السيول الضخمه، رغم كل هذا، الا ان الارواح والانسان الحمد لله لا توجد هناك خسائر، في خسائر بشريه تذكر يعني، وان كانت في مدة يعني نعم. حاجات خفيفه ان شاء الله بسيطه. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بهذا البلد. وحبيبه اوجهها رساله عبر قناتكم الكريمه المفضله، ان المهره منفذه، المهره محتاجه الى من ينظر اليها من اشده، من دول صديقه، من اي جهه منظمات. المهره في هذه المرحله تحتاج الشرعيه، الرياده الشرعيه أن تعطي للمهرة اهتمام كبير. نعم. طيب الآن أستاذ محمد، من هم الآن في الأماكن التي لم تستطيعوا أن يعني إنقاذهم أو الوصول إليهم؟ ما هو حالهم؟ ما هي طريقة التواصل معهم؟ والله أخي الحبيب، كان بودي كان عندي هنا رسالة صوتية تواصلت مع الأخوة في العبري، بعض الناس الذين لم نتواصل معهم في العبري، وتحدثت لي إحدى النساء أنهم من اليومين الماضيين لا يوجد لديهم ما ياكلون، لا يوجد لديهم يعني حالتهم ووضعهم مزري جدا. والحقيقه انه لم يتم الوصول الى تلك المناطق الا اما ان الجسر الجوي يصل الى تلك المناطق، او ان عندما تخف هذه السيول وينزل منسوبها قد يعني تكون هناك بعض الوسائل مثل يعني السيارات كبيره الحجم وكذا توصل اليهم. اما الامكانيات المتاحه او الامكانيات التي تمتلكها السلطه المحليه جد فعلا يعني لا تفيد الغرض او ليست بالشكل المطلوب، لان قدرات الطوارئ والجهات المعنيه في المحافظه ليست بحجم الكارثه، فحجم الكارثه كبير، حجم الكارثه حجم السيول غير متوقع. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يلطف باخواننا المحافظين، وايضا سرعه خلال هذه الليله سرعه انقاذ هؤلاء الناس، لانهم يعني جالسين في العراء، البعض منهم جالس في العراء او بعض المنازل التي تدعو اليها مزحومه من 50 و60 شخص في بيت واحد او في مكان واحد، فهذا فعلا يشكل نعم كارثه كبيره لهؤلاء المناطق. نعم. أعود لوكيل المحافظة للشؤون الفنية الأستاذ سالم العبودي. أستاذ سالم، الآن إذا تحدثنا عن أرقام وإحصائيات لديكم الآن من الأضرار التي لحقت بمحافظة المهرة سواء مادية أو بشرية، ما هي الإحصائيات لديكم؟ الإحصائيات إلى الآن حسب غرفة العمليات في المحافظة سجلت الآن الحالة الثانية حالة وفاة في منطقة رخوت مديرية سيحوت، وهي الحالة الثانية من الوفاة التي تسجل في غرفة العمليات لدينا. الأضرار في قطاع الكهرباء مقطوعة، الأضرار في الشبكة، الخطوط الطاقة العالية، الخطوط الناقلة بين الخيبر والمديريات، المناطق اللي حواليها وفي بعض المديريات تعرضت لأضرار جسيمة أدت إلى خروج الكهرباء عن الخدمة. في مشروع الماء في مديرية الغيضة اللي هي العاصمة تعرض حقل الآبار إلى بسبب السيول إلى الضمر وانقطاع المياه عن مدينة الغيضة. كذلك الأضرار في شبكة الاتصالات
وهناك أضرار جسيمة في الطرقات أدت إلى عزل المديريات عن بعضها البعض وسببت لنا صعوبة في عملية إيواء وإجلاء المتضررين في هذه المناطق. هذه إضافة إلى الأضرار في الممتلكات الخاصة من المنازل محدود إلى الآن سجل بحدود 180 منزل تعرضوا للأضرار إضافة إلى المواشي والزراعة المنزلية والأضرار الزراعية. نعم. هناك نتمنى مرة أخرى من الأخوة في الحكومة المركزية والأخوة في التحالف أن يعجلوا بعملية إغاثة محافظة المهرة، لأن الوضع في بعض المناطق في تنهالة. نحن في غرفة العمليات حقيقة أول مرة نصيب بالعجز، تجينا مناشدات من الأخوة المواطنين في مناطق لا نستطيع الوصول إليها، عملية الاتصال ببعض المديريات القريبة على أساس أن يتم إسعاف مثل هذه الأسر، اتصالات مقطوعة. الوضع يزداد صعوبة علينا كسلطة محلية، كما ذكر أخي محمد أن التوقعات كانت حجم الكارثة كان فوق توقعاتنا التي كنا نتوقعها. نعم، بالنسبة للمحاصرين الآن أستاذ سالم الذين لم تستطيعوا أن تصلوا إليهم ولا تمدهم بالإغاثة، كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ ما هو الحل بالنسبة لهم؟ هل سيتركوا حتى يلاقوا مصيرهم أم ما الذي سيعملوا؟ والله أخي نحن قلت لك الآن الاعتماد على ما هو موجود في الميدان. حقيقة اللجان التطوعية سواء كانت في قشن أو في سيحوت أو في المسيلة أو أيضا في مناطق بيت بلحاف أو في مناطق بيت كلشاف وفي تنهالة، هي الآن نحن نعول عليها، لأن هي الآن هم الذين يقومون بعملية الإجلاء بحسب ما متوفر من الإمكانيات لديهم، إلا أنهم يلاقوا صعوبة لأن الوضع السيول وكمية الفيضانات كانت كبيرة جدا. لذلك ما معنا إلا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم، وبإذن الله نتمنى من الأخوة أن يعجلوا بدعمنا. أما نحن كسلطة الآن في إطار الوصول إليهم فنحن لا نملك الوسائل للوصول إليهم رغم الجهود التي بذلها محافظة المحافظة بنزولها الميداني إلى الميدان، إلا أن نواجه صعوبة في عملية المرور من الجهات الأخرى لأن السيول فوق مستوى إمكانياتنا. نعم، أشكرك جزيل الشكر وكيل المحافظة للشؤون الفنية الأستاذ سالم العبودي، كنت معنا من محافظة المهرة، وأشكر أيضا الصحفي محمد كليشات، ونشرك معنا في الحديث الأستاذ جمال بالفقيه من عدن. مساء الخير أستاذ جمال. أو عيسى، من؟ عيسى القبري. مساء الخير أستاذ عيسى. عيسى الجميل، مرحبا بك، السكرتير الإعلامي. نعم، السكرتير الإعلامي للمحافظ عيسى القميري. مساء الخير أستاذ عيسى. أستاذ عيسى مساء الخير. حياك. نعم، تسمعني الآن أستاذ عيسى القميري؟ هل تسمعني؟ حياك. نعم أستاذ عيسى، إن كنت تسمعني الآن، المحافظة أعلن محافظة المهرة محافظة منكوبة ودعا إلى طلب الإغاثة من الحكومة الشرعية ومن التحالف العربي والتحرك العاجل لتلافي كل الأضرار ودعم أبناء محافظة المهرة، ما الذي وصلكم حتى الآن؟ لو سمحت عيد السؤال، فيما يخص الآن بعد إعلان محافظة المهرة محافظة منكوبة، هل من إغاثة وصلتكم الآن سواء من الحكومة المركزية أو من التحالف أو من سلطنة عمان؟ ما الذي وصل لكم؟ نحن ما نريد حاليا الآن، طلبنا بشكل عاجل المرخيات اللي كثر تدخل أنقاذ المواطنين العالقين جراء أعصار اللبان في عمان محافظة المهرة في المناطق المحاصرة حاليا. هناك مئات من الناس عالقين في مناطق تحاصرها السيول،
نحن طلبنا بالتدخل بشكل عاجل وسريع من الشرعية نعم. ربما هناك إشكالية مع الأخ عيسى القميري السكرتير الإعلامي للمحافظة، سنعود بالاتصال ونشارك معنا في الحديث من عدن الأستاذ جمال بلفقي نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة. مساء الخير أستاذ جمال. مساء النور، تفضل. أهلا بك أستاذ جمال. إذا محافظة المهرة أعلن أنها محافظة منكوبة، هل من دور للجنة الإغاثية لإغاثة أهلنا في المهرة؟ طبعا نحن نكلمك الان ونحن مشكلين غرفه عمليات موحده مع الامان العام لمجلس الوزراء والتخطيط وبعض المنظمات التي عامله في داخل اليمن. نعم. لعمليه تدارس هذا الموضوع. وطبعا اللجنه العليا للإغاثة بالوهله الاولى قد ارسل وزير الاداره المحليه الاستاذ عبد الرخيص فكر رسائل لجميع المنظمات الموجوده لاغاثه ابناء المهره المناطق التي ستصلها الاعصار في المهره وكذلك سقطرى وحضرموت لمنسقة الانساني باليمن وكذلك مركز الملك سلمان وعده مناطق وعده رسائل كانت وجهت لهذه المنطقه وتم الاستجابه من برنامج الغذاء العالمي بارسال 1100 متر طن الى محافظه سقطرى كذلك وصول عده استجابه من مركز الملك سلمان بارسال 1500 سله غذائيه الى جانب 100 خيمه كذلك الاستجابه تمت من عده منظمات وارسال فريق عمل من منظمه فهد الى المهره في صبيحه اليوم لمسح والعمل الانساني وما يتم عمليه ما يتم عمله كذلك نحن عملنا تواصل الان من غرفة العمليات إلى الأوتشا وبعض المنظمات الأحمر الإماراتي بإرسال طائرة هليكوبتر لإنقاذ الناس العالقين. نحن بتواصل مباشر في عملية بيننا وما بين غرفة العمليات في المهرة وما بين المنظمات الدولية والمحلية لإغاثة المناطق التي تم الضرر فيها في محافظة المهرة وسقطرة وكذلك في حضرموت لتفادي عملية الإغاثة العاجلة لهذه المناطق. نعم أستاذ جمال، كما تعلم الآن كان معنا وكيل المحافظة في المهرة الأستاذ سالم العبودي، تحدث بأن هناك العديد من الأماكن لم تستطع السلطة المحلية والفرق الإغاثية الوصول إليهم وهم بحاجة إلى تدخل الطيران من أجل إنقاذ هؤلاء الناس وتقديم العون لهم، وأنت أيضا تحدثت بأن هناك تدخل عن طريق الطيران، متى سيصل هذا الطيران لإيقاظ الناس؟ مرت الآن ربما؟ طبعا لا الاحتمال الكبير أنها توصل في أي لحظة، لأن نحن عملنا الاتصال المباشر زي ما قلت لك بتوجيهات من فخامة الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للإغاثة بعمل هذه غرفة العمليات ونحن باجتماعات مستمرة كذلك تدخلات بشكل كبير سواء كان عن طريق منظمة الصحة العالمية ارسال 4 شاحنات كذلك والان احنا نتواصل باستمرار في كل لحظة توصل لنا يعني ما تم استهداف هذه المناطق، نحن مهتمين بهذا الامر وتواصل مباشر لجميع الجهات اللي ان شاء الله نستطيع ان ننقذ ما نستطيع انقاذه بالنسبة لهذه العواصف والاستعدادات الموجودة في محافظة حضرموت. شكلت برضه غرفة عملية موجودة للاستعداد لأي دخول الأعصار إلى منطقة حضرموت وإن شاء الله نحن بجانبهم وكل بجانبهم إن شاء الله اللطف والعافية. أشكرك الأستاذ جمال بلفقي نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة، كنت معنا من عدن. ختام الحلقة تقبلوا تحية معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.